بأن هناك مساران مختلفان، دولة القانون مع المشروع في بناء عراق جديد. العراقية لا أقول كلها، وإنما على الأقل رموزها ينحون منحا آخر مخالف. المنح الأول هو منح سلطوي يعتمد على قاعدة الطائفية وتسخين الصراع الطائفي، وهذا مما يعاب على هذه القائمة. القائمة العراقية تتحدث إن فيها أكثر من طائفة، تتحدث بنوعين من الكلام، وأعتقد بأنه عندما انسلخت منها القائمة العراقية البيضاء لو تسمع لحديثهم ستجد بأن موضوع الطائفية هو العنوان الأساسي الذي يتحدث به دائما في أروقة وغرف القائمة العراقية. ومرة أخرى أؤكد، ليس كل من انتسب إلى العراقية منحه هذا، ولكن التشكيل السياسي للعراقية أساسا بني على أساس تجميع طائفة من أجل تحقيق الغلبة السلطوية، هذا هو الأساس. وعلى ذلك فعملية التوافق هو بالحقيقة لا يمكن أن يكون إلا بتطابق المسارين. إذا استطاعت العراقية أن تطابق أفكارها ونهجها السياسي مع أفكار العراق الجديد، أنا أعتقد بأن التوافق ممكن، وبدون ذلك سوف تبقى الحكومة حكومة أزمة وليست حكومة توافقية قادرة على حل مشكلات العراقيين. والمسألة ليست تتعلق بالمحاصصة أيضا، لأن المحاصصة تمت وكل من هؤلاء أخذ بمقدار ما جناه من الأصوات حقه في الوزارة، لكن المشكلة أنه كل واحد منهم يعمل بمنحى مختلف تماما ومتعارض مع الآخر. مثل هذه الحكومات لا يمكن أن تكون لها معطيات صالحة أو إيجابية لمصلحة التطور الذي ينتظره المواطن في